السلام عليكم. موعد وتوقيت وقنوات نقلة لمباراة منتخب المغرب ضد منتخب سيراليون في مباراة ودية استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوتيفوار 2024. إذن بعد ما تغات مباراة منتخب المغرب ضد منتخب غامبيا، يجري المنتخب المغربي مباراة ودية استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي تقابل كوتيفوار هذا الشهر. إذن موعد وتوقيت مباراة المغرب ضد سيراليون مساء الخميس 11 يناير 2024، ابتداء من الساعة 6 بالتوقيت المغربي والتونسي والجزائري، والسابعة بالتوقيت المصري، والثامنة بتوقيت السعودي. المباراة تلعب على ملعب سان بيدرو بالكوت ديفوار، ومن المنتظر إن شاء الله نقل مباراة منتخب المغرب ضد منتخب سيراليون على قناة الرياضية المغربية.